بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الصائمين، فها هو ذا شهركم قد تصرمت أيامه ومضى ثلثاه، وأنتم مقبلون على ثلثه الأخير، وهو قلبه النابض وأريجه الفواح. عشر رمضان الأواخر هي زينة الشهر وخلاصته، هي روحه وعصارته. ومهما اجتهد الطائعون في سباق رمضان فإنهم في عشره الأخير أشد استباقا وأكثر حرصا وإلى الجنة اشتياقا. يحدوهم تلك الوعود الكريمة بالعفو والمغفرة والعتق من النار لكل من أقبل على هذا الشهر المبارك بنهاره صائماً وبليله قائماً، ثم في عشره الأواخر متحرياً لليلة القدر ملتمساً لأجرها وبركتها وثوابها. معشر الصائمين، من أعظم الأبواب التي يتسابق فيها الصائمون في أمة الإسلام كل عام في رمضان باب القرآن الكريم، كتاب الله العظيم والذكر الحكيم المنزل من رب العالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وكلام الله جل وعلا عظيم، موصوف في القرآن بأوصاف العظمة والجلال والكبرياء. وقد جعل الله كتابه الحكيم باباً من أبواب الذكر والعبادة والتلاوة والأجر والتدبر والعمل والتفكر، بل وجملة الاهتداء إلى ما أراد الحق جل وعلا من عباده الذين خلقهم في هذه الدار لعبادته حتى يعودوا إلى لقاء ربهم في الدار الآخرة. أيها الصائمون، يطيب الحديث عن القرآن في شهر القرآن، وهو الشهر الذي خصه الله تعالى بتلك المكرمة العظيمة والمنزلة الرفيعة إنزال القرآن الكريم. مرة واحدة ذكر فيه شهر رمضان في القرآن الكريم باسمه، في قوله تعالى شهر رمضان في ذكر آيات الصيام. ومهما تعددت أوصاف رمضان ومناقبه وفضائله وما فيه من الخيرات والهبات والنفحات والأعطيات، لكن الوصف الوحيد الذي ذكر به شهر رمضان في القرآن قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مع أن في رمضان من الأحداث العظام والمناقب الكريمة الجليلة ما هو عظيم، مثل تفتح أبواب السماء وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين، مثل فتح أبواب المغفرة لمن صام إيماناً واحتساباً ومن قام إيماناً واحتساباً، مثل كثير من الأعطيات كالعتق من النار والعفو والكرامات التي أعدها الله للصائمين في رمضان. ويبقى أن وصف إنزال القرآن أعظم من ذلك كله وأجل. نعم، لأن إنزال القرآن حدث عظيم خصه الله تعالى بهذا الشهر المبارك. وإذا كانت الشهور عند الله متفاوتة فإن رمضان تاجها ودرتها ورأسها عظمة وفخرا وتشريفا، لأمر واحد فقط، أن الله اختاره من بين الزمان ليكون الظرف الذي أنزل فيه القرآن. وإذا كان إنزال القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام على مدى سنوات بعثته 23 سنة منذ أن كان بمكة حتى التحق بالرفيق الأعلى في المدينة صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، فإن الإنزال المقصود هنا في الآية الكريمة هو الإنزال الأول، الإنزال الجملي دفعة واحدة، كما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال إن القرآن أنزل أولاً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، فذلكم قول الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان في ليلة القدر منه تحديداً، ولهذا قال الحق سبحانه
حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر كما جاء التصريح بها جلياً في قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ففي ليلة القدر من شهر رمضان أنزل القرآن الإنزال الجملي دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا فلأجل ارتباط القرآن برمضان أصبح الشهر الذي أنزل فيه القرآن هذا وجه من وجوه ارتباط شهركم أيها الصائمون بكتاب ربكم جل وعلا ولأجل ذلك بنيت باقي الأمور على هذا التعلق وتلك الصلة الوثيقة أعني بذلك الوجه الآخر حفاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته وإقباله على كتاب ربه الذي كان ما ينقطع طيلة العام والذي كان عليه الصلاة والسلام حفياً بالقرآن تلاوةً واستماعاً وتدبراً وتأملاً وخشوعاً وبكاءاً لم ينقطع عن ذلك طيلة العام عليه الصلاة والسلام يقوم بالقرآن من الليل حتى ترم قدماه يقرأ القرآن ويترنم بآياته ولصوت صدره أزيز كأزيز المرجلي عليه الصلاة والسلام ويطلب من بعض أصحابه أن يتلو القرآن ليسمعه فكان يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتدبر القرآن ويخشع بالقرآن عليه الصلاة والسلام وبالرغم من ذلك كله فإنه كان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل رمضان كان له مع القرآن مزيد عناية وإقبال واهتمام صريح ذلك في قول الصحابة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة في رمضان أثبت هذا الحديث أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يخص ليالي رمضان بالانقطاع لمدارسة القرآن بلقاء جبريل عليه السلام وملاقاته لجبريل عليه السلام كان لأجل هذا الأمر العظيم فلهذا لك أن تقول هذا لقاء العظيمين على أمر عظيم هو كتاب الله جل وعلا ومعنى يدارسه القرآن يعني يقرأ نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن وجبريل عليه السلام يسمع وجبريل عليه السلام يقرأ ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع فتلك المدارسة لكتاب الله عز وجل وذلك كل ليلة في رمضان بالرغم مما كان فيه نبي الأمة عليه الصلاة والسلام من الشواغل والأمور العظام وحمل هم الأمة وتبليغ الدين ومسؤولية البيت والزوجات والأسرة إلا أن القرآن كان في حياته في رمضان حاضراً أعظم من كل ارتباطات الحياة لئلا يتعذر متعذر فينا اليوم بأنه ما وجد متسعاً من الوقت ومزيداً من الساعات ليكون فيها متفرغاً لكتاب الله مهما كانت شواغلك عبد الله لن تكون أكثر شغلاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الموفق فينا ذاك الذي جعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام أسوته وجعله إمامه وقدوته فذاك كانت حياته قائمة على هدي الإمام المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدارس جبريل عليه السلام القرآن كل ليلة كان يعارضه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم أي في رمضان من السنة العاشرة عارضه القرآن مرتين قال صلى الله عليه وسلم فلا أراه إلا قد حضر أجلي فتنبأ عليه الصلاة والسلام بقرب أجله وأنه لن يبلغ رمضان من العام الذي يليه وقد قبضت روحه عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة التي تليها فما أدرك رمضان صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام هذا شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن وهذا شهر رمضان الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم حفياً مشتغلاً مقبلاً على القرآن فما حالي وحالك وحالنا جميعاً مع القرآن في شهر رمضان أمة الإسلام
يتعين على الحصيف منا والموفق فينا والعاقل الراجي لحظ نفسه المحب لكتاب ربه المتأسي بنبي أمته صلى الله عليه وسلم، حري بنا والله أن يكون لنا مع القرآن عيش لذيذ واستمتاع وأنس نعيشها أيام رمضان ولياليه. يا إخوة، أحدنا يجد المتعة في سماعه القرآن إذا صلى خلف إمامه في التراويح، وهي لا تعد أن تكون دقائق محدودة، فكيف إذا أعطى لقلبه حظاً من مزيد متعته بكتاب ربه؟ أما والله الذي أنزل القرآن، إن في القرآن للنفوس لدواء وللبهجة فيها محل عظيم في الأرواح، ولها في الحياة بركة، ولها في العمر كله أثر، وأي أثر؟ هذا كتاب الله عز وجل الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فكيف بقلب هو قطعة لحم تسكن خلف الصدور؟ كيف إذا سقيت بماء القرآن؟ هي والله أحرى بالتأثر بما في كتاب الله. بل قال الله عز وجل عن كتابه العظيم وأثره الجليل: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أي لو أن قرآناً جعل الله تعالى له من الأثر ما يمكن أن تسير به الجبال وهي راسية، وأن تقطع به الأرض وهي صلبة جامدة تدب فوقها الحياة، وأن يكلم به الأموات فيسمعون وهم أموات، لكان هذا القرآن. فبالله عليكم، قرآن عظيم كلام ربنا له من الأثر ما لو أراد الله أن تقطع به الجبال وتسير به، وأن تقطع الأرض، وأن يسمع الأموات وهم أموات، فكيف بمسلم حي محب لله يسمع كلام الله ويقرأ كلام الله وله في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم؟ أما والله ليس بيننا وبين كلام الله شيء من الحجب ولا الموانع ولا الصوارف، إنما هي مفاتيح القلوب بأيدينا، فلنفتح لها أبواب الكتاب العظيم، ولنشرع لذلك النور موضعه في صدورنا وأفئدتنا، فانظروا كيف يكون الأثر. ما من آية في كتاب الله أنزلت إلا ولها حكمة وأثر ودلالة ومعنى عظيم، وتدبر القرآن من أعظم ما تداوت به النفوس. اسمع كيف وصف الله قسوة قلوب بعض العباد، وذكر سبحانه وتعالى دواءها وما الذي يتعين عليها. قال سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بعدما ذكر الله شأن من شرح صدره: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. طيب يا ربي، ما الدواء؟ ما العلاج؟ قال بعدها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم، تلين القلوب مهما قست تلين، ودواؤها كتاب الله عز وجل. لكن أعطي نفسك فرصة وافتح أبواب قلبك لينفذ فيها كلام ربك، ووعد الله حق. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واسمع الآن، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. من يشاء سبحانه؟ فإنما المحروم ذاك المدبر المعرض الذي ما أقبل على كتاب الله ولا أنس بما فيه من الحكم والمواعظ والآيات والقصص والأخبار والوعد والوعيد والجنة والنار. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أما إن القرآن العظيم أثر عظيم وتنزيل حكيم من رب حكيم جل في علاه، جعل الله كتابه الكريم معشر المسلمين أمة الإسلام، جعله أرواحاً، جعله روحاً لأرواحنا، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. سمى الله القرآن روحاً لأنه روح الحياة حقيقةً، والعبد المؤمن إنما تحيا روحه ويأنس قلبه بكلام ربه. ذلكم أننا معشر البشر خلقنا من طين،
قبضة التراب التي خلق منها أبونا آدم عليه السلام، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فدبت الحياة في أبينا آدم، فجئنا من بعده يا بني آدم مخلوقين من تراب، أبداننا من طين، وأرواحنا تلك النفخة الإلهية التي بها تدب فينا الحياة. فإذا أذن الله بانقضاء الأعمار وانتهاء الآجال وخرجت الأرواح فلا تعود إلى الأبدان، فنغدو جثثا هامدة وتكون القبور منازلنا حتى نبعث مرة أخرى. نحن إنما نحيا بأرواحنا، وقد جعل الله القرآن روحا. إذن فبدنك الذي خلق من تراب يتغذى على التراب الذي خلق منه، فطعامنا وشرابنا مما تنبت الأرض لأننا خلقنا منها، لكن أرواحنا التي هي النفخة الإلهية إنما تقتات على ما يأتيها من وحي الإله، وهذا هو القرآن. فلا قوت للأرواح ولا دواء لها ولا علاج لأسقامها إلا بما خلقت منه، وهو ذلك الوحي العظيم. ولهذا قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أرأيت من حرم بدنه الطعام والشراب، ومن لم يداوي بدنه عند الأمراض والأسقام فإنه ملق بنفسه إلى التهلكة لا محالة، فيجوع ويشتد به الجوع، فيمرض ويشتد به المرض، ثم هو لا يطعم بدنه ولا يداويه إذا مرض، هو يقود نفسه إلى الهلاك ويأخذ بحتفه بيديه. فكذلك والله شأن القلوب والأرواح التي تترك بلا طعام ولا شراب فتمرض ولا تداوى، وتترك هكذا بلا علاج، إنما يقودها صاحبها إلى الهلاك والعطب والتلف، ويقودها إلى الحتف بيديه للأسف. هكذا نفعل عندما نعرض عن كتاب الله، عندما لا نعطي أرواحنا حظها من كلام الله. تمر ببعضنا الأيام أو الساعات ثم هو لم يسمع من كلام الله آية ولم يقرأ منه شيئا، وكلما مرت الأيام وتكثفت الحجب وازدادت قسوة القلوب. إنما هي الحياة التي تتحقق بإقبالنا على ذكر الله، وأعظمه كتاب الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حياتنا الحقيقية أمة الإسلام هو بما يكون من حظها من ذكر الله عز وجل، وكتاب الله أعظم الذكر وأجله على الإطلاق. في وصف عجيب وصف الله القرآن في القرآن بأنه نور يبدد الظلمات، وأنه نور يهتدي به الحائر في طرق الحياة، وأنه نور يستدل به المرء على الدرب الذي يسلكه إلى الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولأنه نور فقد قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فكتاب الله مشعل هداية، كتاب الله سراج يبدد الظلمات، كتاب الله نور لا يستغني عنه العباد في هذه الحياة، نور يقي المرء من ظلمات الشرك والكفر والجاهلية، نور يقي الإنسان من ظلمات البدع والمحدثات، نور يعصم صاحبه من ظلمات المنكرات والفواحش والمعاصي والآثام. ويبقى كتاب الله أعظم نور يمسك به المرء في طريقه في الحياة ليسير إلى الله والدار الآخرة على بصيرة من أمره، يعرف أين يضع قدميه في طريق الحياة لأن معه النور الذي أنزل الله عز وجل. قال الله آمرا لي ولك ولكل أهل الإيمان إلى يوم القيامة: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فالذي أنزله الله نورا، وإذا أمسكت المصحف عبد الله فقرأت منه آية، وإذا وفقك الله فحفظت منه سورة، وإذا أنعم عليك فختمت منه ختمة، وإذا وفق الله قلبك وانشرح لبعض آياته فوقف عندها وتأمل وتدبر فخشع القلب وذرفت العين، فأبشر، فإنما أنت جالس بين يدي هذا النور العظيم، والمصحف الذي في حجرك هو إشعاع نور وهداية أنزله رب العالمين ليهتدي به العباد في هذه الحياة. وكل قلب فيه شيء من كتاب الله فإنما فيه قدر من ذلك النور، والعباد بين مقل ومستكثر.
فبعض القلوب أعظمها نوراً، حتى غدا ذلك النور على الوجوه فأشرقت، وعلى الحياة فسعدت، لأن القلب قد أودع فيه كتاب الله عز وجل. فلا تسل والله عن النور والهداية التي يرزق أصحابها بما معهم من نور كتاب الله عز وجل. وأعظمنا حظاً من ذلك النور، أعظمنا حظاً من كتاب الله قراءة وفهماً وتدبراً وعملاً. أما والله وقد جعل الله عز وجل كتابه عصمة ونجاة وهداية ونورا، أما والله ما ضل عبد أقبل على كتاب الله ولا بقاء للشقاء في حياته إطلاقا. هكذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل القرآن شقاء للعباد، إنما هو بوابات السعادة التي يدخل منها العباد بهدايات القرآن. ما الذي في القرآن؟ ما الذي في القرآن؟ أحكام الإسلام والشرائع والحلال والحرام فقط، بل هو خير الدنيا والآخرة. كل ما يحتاج إليه العباد في هدايات القرآن فإن الله قد جعلها في جوف كتابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكل ما يريده العباد في دروب الحياة فإن هداياته في القرآن. هدايات القرآن في أحكام البيع والشراء والنكاح والطلاق والأسرة والزوجة وتربية الأولاد، هدايات القرآن في علاقتك عبد الله بخالقك وسيدك ومولاك بطاعته والصلاة والصيام والزكاة والحج، هدايات القرآن في عقيدتك التي تستكن في الصدر إيماناً بالله ويقيناً به والتزاماً بما شرع سبحانه وتعالى، هدايات القرآن عبد الله فيما تحتاج إليه في حياتك ودربك إلى الله والدار الآخرة، هدايات القرآن إصلاح لما بينك وبين الله وما بينك وبين خلق الله، هدايات القرآن كل ما تحتاج إليه في أمر دنياك وأخراك عبد الله. إخوتنا الكرام، لو سمحتم يا إخوة، هذا مجلس درس عافاكم الله، يا إخوة هذا مجلس درس، فمن أدب المجالس الصمت فيها أو الانصراف عنها وفقكم الله. يا أمة القرآن، هذا كتاب الله العظيم الذي أنزله الله على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال ممتناً: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأقبلوا على كتاب الله، فإنه والله الخير كله والهدى كله والرحمة كلها. ليس هذا فحسب، حتى أمراضنا وأسقامنا معشر العباد جعل الله شفاءها في آيات كتابه العظيم. في 3 آيات من القرآن وصف الله القرآن بأنه شفاء، فقال عز اسمه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقال عز اسمه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والشفاء الذي جعله الله في القرآن هو شفاء الأبدان والأرواح معا. أما شفاء الأرواح فما تحتاج إليه من دواء أسقامها، فأمراض القلوب كلها بدءا من أعلى العلل وأشدها سقما وفتكا بالقلوب، وهو الكفر بالله والإعراض عن دينه، فإن القرآن دواؤه، ومرورا بسائر أدواء القلوب والأرواح: العجب والكبر والغرور والحسد والنفاق والشك والريب، كل ذلك يداوى به قلب العباد، قلوب العباد بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم، أما سمع القرآن أقوام كفار بالله فاهتدوا؟ أما سمع القرآن بعض من في قلبه مرض فهداه الله؟ أما سمع القرآن بعض من كان يعاني من الأدواء والأسقام فشفي بالقرآن؟ وكذلك أدواء الأرواح مما تعاني من مس أو سحر أو عين أو حسد، فإن دواءها في القرآن العظيم. والله عز وجل لما أنزل القرآن قال: وشفاء لما في الصدور. أما شفاء الأبدان يا كرام فهو الآية المعجزة لكتاب الله، ومن أشفية الشريعة الاستشفاء بالقرآن الكريم،
ومن مقاصد القرآن في قراءته والعلم به والإقبال عليه أن يقصد العباد الاستشفاء به. ولهذا قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأعني أمراض الأبدان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم لما مروا بقبيلة فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم طلبوهم رقية لسيدهم اللدغ وقد لدغه عقرب، فقام أبو سعيد رضي الله عنه فقرأ عليه سورة الفاتحة فشفي وكأنما نشط من عقال. فلما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد رضي الله عنه على وجه التعجب والإقرار: وما أدراك أنها رقية؟ إن القرآن شفاء تداوى به أمراض البطون والظهور والأرجل والأيدي والرؤوس إذا صدق المرء في صدق نيته فيما يقبل عليه من استشفاء بكتاب الله. القرآن شفاء كما أن زمزم شفاء، وإذا كان المتداوي بشرب زمزم والمتداوي بتلاوة القرآن لا يجد أثراً لشربه بزمزم أو لقراءته القرآن، فإنما العلة في قراءته وشربه لا في زمزم ولا في القرآن، هو اليقين عباد الله الذي يقبل به المرء فيما أخبر عنه الشرع بوعد حق وصدق. فأما من أقبل على القرآن أو شرب زمزم ونحوها من الاستشفاءات الشرعية وليس في قلبه من اليقين إلا قدر يظن فيه أنه يحصل أو لا يحصل، أو يقبل بقصد التجربة ونظر الأثر أيجد لذلك موضعاً له أو لا يجد، فإن هذا ليس مما يجرب به الوحي والشرع الحكيم فيما أخبر عنه من وعد صادق بيقين. فإذا أقبل العباد بيقين كان لهم ما وثقوا به وأحسنوا فيه الظن بربهم جل وعلا. القرآن شفاء كما هو نور، وهداية كما هو رحمة، وموعظة وتذكرة، بالجملة جعل الله في القرآن من أوجه تتعجب منه الخليقة. فلما سمعت الجن كلام الله قالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا، تعجبوا من نظمه ولفظه وبديع آياته، تعجبوا من أثره الذي يسري في النفوس فتسري فيه الأضواء والهداية، تعجبوا من وقعه وعظيم أثره في الحياة استقراراً وأنساً وسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معشر المسلمين أيها الصائمون، وشهرنا في أخريات أيامه وتصرم عشره الأواخر المقبلة، إنه والله لا يحتاج منا إلى شيء أعظم من اقتناص الفرص والتعرض لتلك النفحات العظيمة في رمضان، واهتبال العشر الأواخر بأعظم ما يمكن أن تسابق به إخوانك عبد الله. فاعلموا وفقني الله وإياكم لهداه أنه والله لا شيء يمكن أن يكون أعظم باب يتسابق منه العباد في بقية شهرهم هذا مع صيامهم وقيامهم كمثل القرآن. أقبلوا على القرآن، فإذا أقبلتم عليه أقبلوا عليه بقلوبكم قبل ألسنتكم وآذانكم صدقا والله. من أمسك فينا المصحف وفتح السورة التي يريد أن يقرأ والآية التي وقف عندها، حقا والله افتح لها أبواب قلبك قبل أن تفتح عينيك على صفحة المصحف. فإذا فتحت أبواب قلبك استمتع بما تمر به من آيات وما تقرأه أو بما تسمعه خلف إمامك في الصلاة، إذن لقلبك رحمك الله أن يستمتع بتلك الرحمات، فإنه والله واجد أثره لا محالة. ولعله يفوت عليك فهم آية فتدرك التي بعدها، وربما قرأت صفحة فما فهمت إلا بعضا منها. هذه فرص عظيمة لأن نقبل بالقلوب على تدبر معاني كلام الله. فإذا قادك البحث عن معنى آية فوقفت على تفسيرها وكلام أهل علم فيها، فإنك رزقت علما بكتاب الله وفهما لبعض آياته فازددت إيمانا وعلما. بالله عليك من أعظم منك حظا؟ يا رجل جلستك التي تجلسها مع القرآن 5 دقائق أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، أما شعرت أنك في روضة من رياض الجنة؟ أما شعرت أنك في جلستك تلك تعيش متعة روحك التي لا يقابلها شيء؟ أشعرت أنها جلسة أنس وبهجة وسرور لأنك جالس تلك الدقائق تتلو أعظم كلام يمر على لسانك؟
وتسمع أذنك وقلبك أعظم كلام أنزله الله عز وجل على عباده. هذه عظمة. فمن العظمة التي تعيشها في الأيام العظيمة أن تشتغل بكلام العظيم سبحانه وتعالى. إي والله، أقبل على كتاب الله عز وجل واغترف من الحسنات. والله ما أقبل عبد على كتاب الله وعاد خاسرا. وأدنانا حظا وليس فينا دنيء مع كتاب الله، أدنانا حظا وأجرا ذاك الذي قرأ وسرد وأتم السور والآيات حتى ختم فشرع في ثانية وثالثة، وربما كان حظه الذي خرج منه من قراءته بلا فهم ولا تدبر كان أجر الحسنات التي له فيها بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يغريني ويغريك رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله لو جلست تعد حسناتك في صفحة قرأتها من كتاب الله لأعجزك العد أن تعد، لكنه كرم الكريم سبحانه. الواقف مع القرآن واقف على بحر من الحسنات لا ساحل له، يغترف ما يشاء ويترك ما يشاء. فلا تبخلوا على أنفسكم ولا تغبنوا أنفسكم ولا تهضموها حقها. أعظم متعة لها فيما بقي من شهركم أن تقبل على كتاب الله وتأنس بما فيه. اسمع كيف يصف النبي عليه الصلاة والسلام علاقته بالقرآن، بل كيف يدعو الله ويسأله: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. بالله عليكم، تأملتم هذا الوصف البديع؟ ما الربيع؟ الربيع خضرة وأنهار، الربيع غيم وأمطار، الربيع أزهار متفتحة وأنهار جارية ونسمة عليلة وجو بديع. بالله عليكم، يشعر أحدكم إذا جلس جلسته مع كتاب الله أنه في ربيع لقلبه؟ فلا يمكن أن يصرفه عن ذلك الربيع شيء من الصوارف حتى يشبع ويقوم من مجلسه ذاك كذاك الذي جلس في حديقة غناء في فصل الربيع والنهر يجري بجواره والأنسام العليلة تهب من حوله. هكذا هي القلوب التي تدرك عظمة القرآن وتستمتع بأنسه وروحه وفضله، فتجد غاية الأنس والسرور بكتاب الله عز وجل. يا كرام، شهرنا هذا قد مضى وأيامه الجليلة قد أقبلت، فالله الله أن يكون لنا مع كتاب الله عز وجل صولات وجولات. أما المعتكفون فينا فهم أحرى الناس بأن يكونوا مع كتاب الله ليلا ونهارا صبحا ومساء، يقرؤون ما شاءوا. كان أسلافنا رضوان الله عليهم في رمضان يصنعون العجب مع القرآن، أدركوا أنه موسمه الذي لا ينبغي أن يفوت دون أن يأخذوا حظهم من القرآن فيه. كان بعضهم إذا دخلت العشر ختم القرآن كل ثلاثة أيام، فإذا دخل العشر الأوسط ختم القرآن كل يومين، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم القرآن كل ليلة. ولهذا يذكر عن كبار السلف كالإمام الشافعي وإبراهيم النخعي وشعبة وقتادة وكثير من سلف الأمة وساداتها وعلمائها أنهم كانوا يختمون القرآن في العشر الأواخر كل يوم ختمتين، ختمة بالليل وأخرى بالنهار. قد نستصعب هذا اليوم في زماننا قياساً بأحوالنا بما فيها من النقص والعجز والقصور والضعف. لا تفعل كمثل هذا، لكن حسبك إن عجزت عن ذلك أن تأخذ نفسك بطاقتها وقدر ما تبلغ رعاك الله، فإنما والله تأخذها إلى خير عظيم وأجر جزيل. وربنا الكريم سبحانه يعطي من يقبل على كتابه ويكرم أهل كتابه سبحانه وتعالى كرامة ليس لأحد من أهل العمل الصالح في الإسلام مثلها. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه: معشر الصائمين، صيامكم باب من أبواب الجنة والقرآن باب آخر، صيامكم شافع بين يدي الله يوم القيامة وقرآنكم شافع آخر، فاستكثروا من الشفعاء فالموقف غدا عظيم. والله في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان.
يشفعان لك عند الله، فاستكثروا عباد الله من هذا الخير الذي بأيدينا، وقد جعله الله عز وجل لنا ذخرا وأجرا وكنزا عظيما. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعله لنا حجة وشفيعا وإماما وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم افتح قلوبنا لفهمه وتدبره، واجعل حياتنا عامرة بكتابك العظيم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن صحبته في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة القرآن، وشفاعة القرآن، ونور القرآن، وهداية القرآن، ورحمة القرآن. واحشرنا يا رب غدا في زمرة أهل القرآن تحت راية نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، فنسألك يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، أن تعجل بالفرج والنصر والتمكين لإخوتنا في الأقصى المبارك. اللهم فرج همهم، ونفس كربهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، إن بني صهيون قد طغوا وبغوا وأمعنوا في العداء، فأرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك. إلهنا، إنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قد دنسوا الحرمات وهتكوا الأعراض، فأنزل يا رب عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واجعلهم آية للمعتبرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم كما بلغتنا هذا الشهر بفضلك ومنتك، فبلغنا عشره الأواخر وخاتمته بفضلك ورحمتك. وإذا بلغتنا فأكرمنا فيه يا رب بالعون على طاعتك. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين إيمانا واحتسابا، والقائمين إيمانا واحتسابا، والمدركين لليلة القدر إيمانا واحتسابا. واجعلنا فيه يا رب من أخلص عبادك المخلصين، وأقرب المقربين، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واهدنا، واقبلنا واعف عنا وتب علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجز بالخيرات والبركات إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واجزهما خيرا على خدمة الحرمين وقاصديهما يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.